مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بلسي ان. اليوم تداولت عديد الاخبار انه تم الافراج على سيف الدين مخلوف، لكن اليوم باش نكتشفوا الصحيح من غلط بعد ما كشفت المحامي نتاعو. لكن قرار قاضي التحقيق بالمحكمه الابتدائيه العسكريه الدائمه بتونس قررت ابقاء النائب المجمد والمحامي سيف الدين مخلوف تحت مفعول بطاقه الايداع ورفض الافراج عنها في الملف المعروف بالتطاول على القضاء وتهديد قضاة عسكريين. ووفق ما اعلنت عنه المحامية إيناس الحراث عضو هيئة الدفاع في صفحتها الخاصة بالفيسبوك، أن هيئة الدفاع سجلت استئنافها لقرار رفض الإفراج، وبالتالي سيوجه الملف إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. كما تعرفوا سيف الدين مخلوف موقوف في القضية التحقيقية المعروفة بحادثة مطار، وكما كنت تسمع ما ثماش من حكاية الإفراج عليه، والأخبار اللي تداولت الكل على مواقع التواصل الاجتماعي غالطة. واليوم كما كنت تسمع المحامية نتاعو إيناس كشفت وقالت انه القضية معناها مازال ما ثم حد شيء معناها حاليا، والخبر هذاك غارت. ما نسوش تعطوني رايكم على الخبر هذا، واللي حب رئيس الجمهورية ما ينساش يعمل لايك الفيديو، وهك نكون وصلنا الى نهاية الموضوع.